البنك الدولي بيقول مصر كثرة التشريعات تولد الفساد. ليس بالشائعات وحدها يدير إعلام الإخوان صناعة الكذب، بل امتد ليشمل سرد معلومات وبيانات بتواريخ قديمة على أنها واقع حالي. والحقيقة تقول إن البنك الدولي أعلن في بيان في نهاية الشهر الماضي تنفيذ مصر أكبر عدد من الإصلاحات لمناخ الأعمال منذ 10 أعوام، ما ساعد مصر على الارتقاء 8 مراكز عالميا. وفي بيان لاحق خلال هذا الشهر أكد البنك الدولي نجاح الإقلاع الصعب لرحلة الإصلاح الاقتصادي المصري. في مشاريع كبيره، يعني يمكن اولادنا ان شاء الله يحسوا بمردود هذه المشروعات، يعني امور تمام والدوله واضح ان في تطور افضل. يعني البنك الدولي نفسه قال ان كتر صفحه البنك الدولي نفسه بيقول لي مصر مليانه تشريعات والتشريعات دي بتولد فساد.